السلام عليكم خوتي وغواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب. ها انا الاصدقاء ديالي، اخوتي اخواتاتي اللي طلبتوا مني انني نوريكم الطريق لهذا العين، لهذا الكنز. انا كنقول له هذا كنز، سبحان الله ما ديالو ما شاء الله. اليوم صورت لكم فيديو الطريق منين غتمشيو حتى العين ان شاء الله باذن الله. بقاو معنا. اللي جاي من فاس، هذه الرامبوان ديال سيدي حرازم. حنا ما غنطلعوش لسيدي حرازم، البلاكا سيدي حرازم صفرو، ما غنطلعوش لسيدي حرازم، غنمشيو نيشان الطريق ديال وجده، بحال اللي غادي لوجده. بالنسبه للناس اللي سولوني على الكرة، هاد البومبا هادي راه دايرين بلاكات هنايا والنماري التليفون، والديور ما كاينينش هنا، كاينه في داك الدور اللي هضرت مع شي اصدقاء على الكره، قالوا لي بغينا نجيو يعني فينا نباتو. هذا يعني اللي باغي يدوز السيمانه، اللي باغي فهمتي يعني دايرين نمر التليفون ديالهم. ها هي السخينه غنوريها لكم، كنت غنطلع ليها ساعه كنا مزروبين، مشينا بزربه ورجعنا، داكشي علاش. المهم الطريق كاين على اليد اليمنيه، انتم غتلقاوها هنايا، كتطلعوا للدوار بلا ما تاخذوا النماري التليفون، حتى لما بغيتوش من ديك البومبا طلعوا ديريكت من هنايا، راه دايرين البلايك على الديور، وكيكونوا الناس اللي كيكريو بحال السمازريه، كيكونوا تما حدا المحطه الطاكسيات اللي سولتو غيديوكم. ها نتوما هاد الدوار، هادي هي الطريق ديال الدوار السخينات، واللي بغى لوطيل هو لوطيل في الطريق، هذا هو لوطيل. يعني كاين فين غتباتو، يعني تمشيو وترجعو، الطريق مصوبه مزيانه. راه الدوار فين كيبان هو هذاك قريب، كضربو غير ديك الدوره صافي كتلقاو الدوار. كنتمنى من الناس يعني بحال الفنانه، يعني الناس اللي كيمشيو يخيموا، وهذا راه نصيحة مني والله، يعني بنادم يحس بنادم فهمتي، يعني علاش كيمشي وكيضيعوا الفلوس في شي بلايص، لا ولاد بلادهم ضايعين لا خدمة لا جوج، يعني مثلا يديروا شي بروجي هكا في شي منطقة يخدموا الشباب، راه جالسين بلا خدمة والله القسم بالله. ملي كنت كنمنطي هذا الفيديو هذا شنقول لك، والله العظيم الا كان كيهضر معايا واحد السيد لا حول ولا قوة إلا بالله، ما لقيش خدمة، قال لي أختي أنا مدمر تالتالي. منين تسمع الراجل كيقول هكا شنو، قال لي وزادو مزيرين نب يعني بكورونا ما يمكن لك لا تسافر لا والو، فين غيمشي هاد السيد يخدم، وفين غيمشي فين غيمشيو. سيروا خيموا بحال هاد المناطق هادو، يعني الفلوس اللي كتضيعوا في الزباب ديال الفلوس في شي بلايص، يعني بلا ما نذكروا السميات وهذا، سيروا بحال هاد المناطق هادي، منها مناظر زوينه ومنها تعاونوا الشباب. هادي هي الرامبوان، هذيك الطريق ديال وجده، وهادي الدور العنوالي، ها هي بلاكا راشمه، هادي ها هي كدوروا على هاد الرامبوان. هي تلقاو بلاكا عاوتاني وحده اخرى عين والي، هي البلاكا ديال عين والي، هذا المعمل ديال لي حدا تو البلاكا عين والي، هذا معمل ديال الياجور، راه معروف ما غتلفو ما والو، انا غنمشي معاكم ان شاء الله حتى توصلوا للعين، واللي بغى يمشي لتما كاين مرحبا. انا الا بغيتو نحط نمره التليفون كاين اللي غيتلاقاكم ويمشي معاكم، علاش لا. واحد النهار كنت خدامه في واحد الشركه، وكنا كنهضروا
انا ومرات المعلم والبنات هكا كنا مجموعين وكنا كنهضروا، وكنا كنهضروا على الصيف فين كتخيموا فين. قلت لك انا ما كنمشي لا البحر لا والو، كيمشي ولادها وراجلها، هي ما كتمشيش. قلت لك كتمشي لواحد البلاصه هنايا. قلت لها شنو هي؟ قلت لي واحد عين والي. وبزاف ديال الناس انهم كيمشيو هذيك البلاصه ماشي عين والي، هذيك راه السخونات ماشي عين والي. عين والي هي هذه اللي غنديكم ليها، هذا هو راس العين يعني الاصليه. هما الله اعلم ما عرفتش، هما يمكن كيجروا الناس لتما كاين المنطقه ديالهم، فهمتي؟ ما عرفتش الله اعلم. هذيك البلاصه راه سميتها السخونات، اللي هاد المراه هذه مرات المعلم اللي كنت خدامه عندهم في الشركه قالت لي عين والي. فاش ورات لي التصاور قلت لها لا هذه راه السخونات، فاش وريتها انا التصاور قلت لها هذه هي العين. يعني بزاف ديال الناس ما عارفينش عين والي بالضبط فين جات. عين والي كيقولوا لهم الناس، هذوك الناس ديال المنطقه ديال السخونات كيقولوا لهم هذه هي عين والي، لا ماشي عين والي. هو اليوم انا غنديكم تاليها لعين والي ان شاء الله، بقاو معانا.
هنا كاينين جوج طرقان عندك وتلفو فيهم، سيرو على اليسار حنا نوصلو ليها. الطريق اللي كتدي العنوالي هي اللي على اليسار، كان غير دارو شي بلاكه هنايا الصراحه. الله، ها هي كاينين جوج طرقان هنايا، ها هي التحتانيه والفوقانيه. الفوقانيه اللي تمشيو عليها دي هي اللي كتدي العنوالي. ركزوا في هادو باش ما تدوخوش. التحتانيه دي ما عرفت فين كتدي، ما دايرين لا بلاكات هنا لا والو. هذه هنايا غدوزو على واحد القنطره باش تبقاو عاقلين. ديك الطريق اللي قلت لكم عندك تدخو فيها كاينين جوج، المهم الفوقانيه غدوزو عليها تلقاو القنطره. هذه هي الطريق ديال العنوالي، هذه قنطره ديال الروتوروت. هايا المهم انا عندي واحد الفكره ان شاء الله من هنايا الشهر الا كتب الله. بالنسبه الى بغاو الى وافقوا الدراري ديال المنطقه اننا نديرو ديك الفكره زوينه وتولي عنوالي منطقه سياحيه، يعني اللي باغي يمشي خيام ولا يعني عندي واحد الفكره الا بغاو يمشيو عليها. غتمشي بعيد ديك المنطقه، يعني غتولي بحال شكل ام الربيع بوعادل، يعني فهمتي، يعني تكون معروفه ويقدروا الناس كاع يديروا الرحلات ليها، يعني تعجبهم. لان واحد المره البنات في الخدمه كيشوفوا التصاور عندي في التليفون وعجبتهم المنطقه بزاف، الجبال يعني والعين والواد، وبقاو كيقولوا لي علاش اللي ما نديروش رحله ليها. درنا رحله، مهم مشينا بينا شي 40 وحده مشينا دينا ماكلتنا، حنا خلاص دينا الكوكوت وصلنا لتما درنا العافيه. المهم غير سخناه ما طيبناش الصراحه، دينا الخبز دينا الديسير ديالنا الفطور عاوتاني ديالنا. المهم دينا حنا السيكان وصلنا، عجبتهم المنطقه بزاف بزاف. ولا كانوا كيشوفوا البنات هذا الفيديو هذا، دوك البنات شي وحدين فيهم راهم على برا، سهل عليهم الله تزوجو مشاو، وشي وحدين راهم هنايا ولا شافوا الفيديو غيعجبهم الحال لان دوزوا احسن نهار في حياتهم. وانا بغيت هاد المنطقه هذه ان شاء الله تعرف ويديروا يعني الرحلات ليها مدرسيه، يعني نتاع الخدمه بزاف ديال اللي باغي يدير رحله ليها يمشي. وكنتمنى حتى السياح يجيو ليها، راها منطقه زوينه بزاف والله. والما ديال العين اش غنقول لكم، مزيان للهضم بزاف، اللي كيعني من المعده والمصارن راه زوين بزاف. وخلاص داك العين بلا ما نقول لكم، المهم انا غير بغيت نوصيكم الا مشيتو تما باش تشكروني. داك الماء كيهضم، شنو ما كليتي شنو ما ديتي ما كيقدكش والله القاسم. حنايا عرفتي انا واحد صاحبتي كنت كنهضر معاها على هاد العين، فاش حطت داك الفيديو قالت لي زوين وعجبني انا غير غنشري الطوموبيل غنمشي وهذا. قلت لها ان شاء الله مرحبا، قالت لي قلت لها عرفتي شحال ديال الماكله كنديو، قلت لها الكوكو عامره بالقطنيه اما عدس واما لوبيا واما، المهم هذيك هي اللي كتكون خصك تدي بزاف لان كنهبطوا بينا بزاف فهمتي، كنهبطو هكا بين 8 ولا، وكنقليو الفلفله مطيشه دنجال بطاطا يعني والبيدو ديال اللبن ديسيري ما نديو البطيخ معانا واما الدلاح، المهم على حسب. داك الشيء كله كيتنكل، ومني كتجي العشيه قسما بالله الا كيكون فينا المود الجوع والخبز راه كنديو يمكن شي 14 خبزه ولا ما نعرف،
والله الا كنطلعوا كنطيحوا على الكابينه بالجوع. هذيك داك الماء كيهضم كيهضم بزاف. انا سميتو فاتح الشهيه هذاك الماء اللي باغا تفتح لها الشهيه تمشي تعمر داك الماء. المهم احنا وصلنا للقنطره، ها هي مكتوبه هنايا فهاد البلاكه هادي، احنا نوصلوا ليها مور ديك الطوموبيل. تما قنطرات واد اليهودي، وكاين اللي كيسميها وداكاي وعين عتروس. هاد البلاصه هادي كلها كيقولوا لها واد اليهودي، هي مكتوبه في القنطره. احنا غنرجعوا بالطوموبيل نفتها، ارجع باش نصوروها مزيان باش تقراوها وتعرفوها. محطه الفيديو الواجهي هي عين الوالي على واد اليهودي، هذا هو واد اليهودي وسميتو كيقولوا له عين عتروس وقنطره وداكاي. وهنا في شي بلاصه من هنا كيمشيو لديك السخونات كيقولوا لهم هذه هي عين والي. لا مازال غتزيدوا، بقاو معايا حتى توصلوا ان شاء الله. وكنتمنى من الله انها يزوروها الناس، لان ولاد المنطقه محتاجين انهم يعني تعرف البلاد ديالهم، يعني على كل شيء يخدموا في ديك العين يخدموا ولاد المنطقه يعني. وكان يديروا الفكره اللي كنقول انا اللي عندي في دماغي وراني خدامه عليها، الا بغاو يعني نعطيهم انا فكره وهم يخدموا عليها والله ما يندموا. وان شاء الله تكون عين والي. مهم هذا واحد المعمل عاوتاني على يديكم دليصر، عاد نكملكم. على يديكم دليصر معمل ديال الطين ديال الخزف. كنتمنى نكملكم على الموضوع، كنتمنى عين والي تكون يعني منطقه سياحيه 100% وتعرف على الصعيد العالمي، علاش لا، ماشي غير في المغرب، والناس خارج المغرب عجبتهم بزاف. عندي اصدقاء خارج المغرب عجبتهم بزاف هاد المنطقه. المهم انتم كتفوتوا ديك القنطره باش تطلعوا لعين والي. المهم انا راني اليوم خصصته باش نوريكم الطريق. وعندكم فين تخليوا الطوموبيلات ديالكم في الامان، خليوهم نهار كامل تما حتى تساليو من التخيام ديالكم من العين وطلعوا تلقاو الطوموبيلات ديالكم في الامان. احنا وصلنا للوزين ديال الضو. هذا الوزين يعني هنا تخليو الطوموبيلات ديالكم، راه العساسه غتلقاوهم هنايا يعني في الامان، ما تخافوا من حتى شي حاجه. هذا هو الوزين، هو العساس، هو واحد برا واحد لداخل اللي كتشوفوا. يعني هنا خليو الطوموبيلات ديالكم عندهم وكملوا نتوما على رجليكم من هنا، ولا لا بغيتوا تطلعوا بالطوموبيل عاد ترجعوا زعما تقربوا الحوايج اللي عنده الباكاج بزاف كما درنا حنايا، وعاد رجعوا الطوموبيل هنا ويلحق عليكم مول الطوموبيل. ولا هذا كله وزين. منطقه امنه، ما تخافوا من حتى شي حاجه، كاين شكون اللي يهضر معاكم، شكون ما كاينش شكون اللي غيأذيكم. طلعوا حتى لهاد البلاكه هادي غتلقاو بلاكه انتيردي هنايا، ها هي هنايا. ما تطلعوش على الطريق الفوقانيه، الطريق الفوقانيه غتطلعكم للدوار.
هانتوما انا جيت مع الطريق التحتانيه ديال البلاكه ديال انتيرتي، مشيت معاها نيشان غنهبط لوائل العين. انا ما كانش صالح لي نصور. هنا كانوا البنات جالسين، ما صلحليش نصور بنات خالتي وبنت خالي وبناتها. تو ملي توصلوا لديك الدار اللي عاد بانت دابا دوروا عليها، اصلا غتلقاو تما العساسه غيوريكم الطريق باينه، غتهبطوا حتى للعين كتهبطوا معاها انتوما مسرحه. لو جبتوا شي كروسه ديروا فيها هكا الحوايج ولا تهبطوها عادي، ماشي مشكل، كاين الطريق. هانتوما هادي هي الطريق، حنا هابطين معاها، حنا غادا وكنحبس وكنصور. هانتوما عاوتاني حنا وصلنا، قربنا للواد، حنا وصلنا للواد دابا. شتو الطريق تمشيو معاها نيشان، راها كتبان الطريق، طلعو نيشان حتى للعين. العين راه باين، غمني غتلقاو غتلقاو هابط. هانتوما غيكملو معايا هذا الواد، بغيت نصور هاد البلاصة عجباتني، حيت قالت لي بنت خالتي تا الناس كيخيموا هنايا في الصيف، كيجيبوا الباراسولات ديالهم الشلي كيخيموا هنايا. داكشي علاش بغيت نصورها. شتي تبارك الله شحال المصافي غير ديال الواد، ديال العين، ديال بحال اش نقول لكم، سبحان الخالق والله، داك الماء سبحان الله العظيم. شوف تبارك الله الدفلة قداش، وهذه هي اللي قلت للدراري ديال المنطقة أنهم يصوبوا منها هكا بحال النوايل، ولكن باش يدرقوا الناس من الشمس، فهمتي يعني في التخيام. وهذا داخلة في الفكرة اللي عندي إن شاء الله إلى وافقوا. هاد الواد هذا راه علاش ولا هكا بالحجار، والمهم هاد الشيء هكا راه كتشوفوا هاد الجناب هادو فيهم الغيس، لان راه طلقوا الواد، طلقوا السد، ديما كنبغي نقول طلقوا السد، كنقول طلقوا الواد طلقوا السد حيت هذا واد سبو، وداكشي علاش هنا الغيس وهاد الشيء. طلعنا مع الجنب ديالو. المهم كيصيدوا الناس الحوت هنا في الصيف.
هاد الطريقة هادي راه كانوا مصوبينها هنايا، هادي اللي هادي كانوا دايرين مصوبينها باش يدوزو منها الطنوبيلات. ساعة مع الشتا كتهبط داكشي، كيكونو كتكون الشتا مجهدة. حنا ما تزلناش من الجهة الفوقانية لأن كاين الغنم تما، خفنا لا يهبطو علينا شي حجرة. جينا مع جنب الواد، حنا غنقطعو الواد. شتي راه حنا جايبين، جايبة بنت خالي الحمار وجايبة فيه الغدا، جايبين الغدا ديالنا. ما دزناش من الجهة الفوقانية. دابا غنقطع الواد من هنا. راني قطعت الواد انا هنايا وراني طحت. كان غايب سجلي التليفون. شتو تفزقت لي العباية ديالي. المسخون ديال الواد سبحان الله العظيم، في البرد وكيكون سخون لا هو ولا العين. انا قطعت الصوت على حسب غاديين كيهضروا. المهم الهضره بزاف، ما حيت الصوت وفضلت انني هكا نسجل الصوت في الدار. هاد البلاصه هادي كيعموا فيها في الصيف، كتكون عامره. شتي هاد هنايا تكون عامره. حنا وصلنا للعين. هاد العين كيكب في الواد، تراه الواد هذا هو هاد العين هيبان. شتو على مناظر ما شاء الله. شتو على مناظر تبارك الله. حنا غنقطعو عاوتاني باش نمشيو للعين. الكلب ما بغيش يفزقه، حتى هو غيقطع غينقز هو. جمعانه غنقطع دابا. هاد البلاصه هادي كيعوموا فيها في الصيف، غير دابا فيها الربيع وفيها الغيس على حساب السد اللي طلقوا. كتكون عامره هاد البلاصه، ما تلقاش فين توقف. هذا العين، مد العين، البلاصه اللي كيكب في الواد. شوف تبارك الله سبحان الله العظيم شحال صافي. اليوم انا غندخل في وسط الماء. داك الفيديو الاول ما دخلتش في وسط الماء لان هبطنا غير ثلاثه بينا، وكانت خالتي حاضيه من الفوق، يعني ما غير انا وبنت خالتي اللي كبارين وسميره وايمان صغيرين. اليوم غندخل في وسط الماء، هبطنا يعني بزاف بينا وجايبين الغداء وهذا، غنجلسوا نتوما شوفوا الماء تبارك الله شحال صافي. الناس فين كيديروا العافية، اللي كيهبط تما كيخيب. انا ما كنبغيش نهز التليفون الفوق حيت قدامي بنات خالتي، ما بغوش نشدهم. شوفوا الماء تبارك الله، اللي مشى العنوالي يدي الماكلة معاه بزايد. ما كاينش الحوان تما، والدوار راه بعيد. يعني الا فكروا في هاد الفكره اللي غنقول للدراري،
راه غيديروا كل شيء تما، غيديروا غتولي منطقه سياحيه فهمتي، يعني غيديروا حتى الماكله تما ويديروا، المهم غيبداو بشي حاجه بشويه بشويه حتى شوفوا تبارك الله الماء سبحان الله العظيم. كنتمنى نكون وريتكم الطريق مزيان، يعني هو خط التصوير شوية ناقص داكشي اللي عرفت راني درتو، حيت انا عاد بديت يعني مازال شوية عاد كندرب على بزاف ديال الحوايج. واليوم راني جبت الهندية نزرعها هنايا، من الفكرة اللي عندي على هاد العين هذا نصوبه، انني جبتها ويعني كبداية طلبت الاذن ديال مول الهندية عمي سعيد الله يرحم له الوالدين، قلت له واش ممكن تعطينا الهندية نزرعوها في العين تدي الاجر ونتي، قال لي بنتي سيري خودي شكو حصرك، حيدنا عمرنا واحد نص خنشة وهبطنا زرعناها هنايا هذه العوينة، خرجني تما العينة غير كيقولوا لها العوينة وصافي، الحجر كيصبنوا عليها العيالات ما كيجيبوش البانيويات وداكشي كيصبنوا هكا على الحجر، هذه قديمة هاد الحجرة هذه منين كنعقل عليها منين كنت صغيرة. غادي نوريكم الحوت هو في هاد العوينة هادي، ولكن راني حركت الماء وهرب. الماء تبارك الله شحال صافي ما شاء الله. ما بغيتش نهز التليفون في العين، البنات كيصوروا تما كيتصوروا وكيصوروا بعضياتهم، ما يمكن ليش نهز باش ما نقبطهمش. شو تبارك الله سبحان الله العظيم شحال هاد المصافي. شوف الما تبارك الله هاد البلاصه كيكونوا بانيينها في الصيف بالحجر الدراري، البلاصه هادي كيبنيوها بالحجر كتولي عاليه كيعوموا فيها.
تكون زوينة بزاف. هادي داروا لها هكا قريبة يعني ديك البلاصة، ممكن يكونوا مبعدينها ليه بزاف. كتكون هاد العين عامرة في الصيف بالناس، شفتو ملي كيخرج دمو. جينا وقالك غيعومو، كانت غتعوم سميرة وسمية وآدم. صدقت سميرة ما عامتش، عام غير آدم وسمية، بحيث الماء سخون ديال العين سبحان الله العظيم. وفي الصيف كيكون جامد، في البرد كيكون سخون، وفي الصيف كيكون جامد، ما تقدرش ما يقدرش الواحد يدخل ليه. انا في صغري فاش كنت كنهبط ليه كنعوم في الواد، في العشيه ضروري ما كتجي يعني كتغسل بهاد الماء صافي، يعني ماشي الماء ديال الواد هو ديال العين. انا كنت كنمشي هكا كنطلع هكاك، كنقول لهم والله لا قصد داك الماء جامد جامد ما تقدروش تدخلوا فيه. كانت الوالده ديما معصيه يعني، كتقول لي كطلعي بالماء ديال الواد دابا كا يعني الريحة ديالو، فهمتي؟ راه الريحة ديال الواد ما ماشي بحال ديال المد العين، يعني هذاك ما شي صالح للشرب. وما كنتش كنبغي، كنطلع حتى للدار ونسخن الماء وندوش. هنا فاش الشكه تشدني كتغسل لي كنولي كل زرقاء بالبرد. هما غيعومو ادمو ها ادم وسمية غير كيخرجو من الماء كيجيهم البرد. كيقول لي ادم ما كنتش باغاهم يعوموا، خفت ليه يضربهم البرد من اللي خرجوا يمرضوا. كيقول لي عافاكي لما صوريني كان يعوم، عافاكي عافاكي. كيتسابقوا وهذا هو عين والي، واللي بغى يجي ليه مرحبا بيه وألف مرحبا. وكنتمنى من الله يعني يوافقوا الدراري ديال المنطقة على الفكرة، ونهبطوا ندوزوا 11 أيام نصوبوا مزيان، ونولي نصور لكم فيديو إن شاء الله ونحطو وتشوفوا الفرق. ومرحبا بكم ان شاء الله في عين والي. بسلام عليكم، وما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وديروا لايك. بسلامة في فيديو قادم ان شاء الله.